شكرا سيد الرئيس، السادة الرؤساء، أصحاب المعالي، والآن نقدم لكم الخطاب من رواندا، ونرجو الالتزام بالخمس دقائق كمدة للخطاب، وأشكركم على حسن تفهمكم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس سلطة الكوميسا، السادة الرؤساء، رؤساء الحكومات، السيدات والسادة، السيد الأمين العام للكوميسا، السيدات والسادة، يسعدني الانضمام إليكم اليوم في هذه القمة وهذه المناقشات الهامة حول استخدام التكنولوجيا الرقمية للدفع قدما بالتكامل الإقليمي، وأتقدم بها التهنئة القلبية للرئيس المصري رئيس عبد الفتاح السيسي لتقلد رئاسة سلطة الكوميسا. أغتنم هذه الفرصة لتوجه مخالص الشكر والتقدير للرئيس السابق للكوميسا رئيس مدغشقر الرئيس أندري راجولينا على دوره في الدفع قدما بهذه المنظمة وأهدافها. بالطبع الكوميسا التزمت بأجندتها تحت مظلة جائحة الكورونا وتواصل تنفيذها لبرامج تيسير التجارة البينية الهامة. إن الموافقة على بوابة التجارة والإلكترونية العام الماضي يؤكد على هذه الاستمرارية وهذا الالتزام، وهذه الخطوة الأولى نحو تكامل التكنولوجيا نحو دفع جهود التجارة، ولا ينبغي أن تنتهي جهودنا عند هذا الحد. علينا أن نضمن أن جميع مواطنين لديهم نفاذا لهذه الأدوات، وعندي مجموعة من المقترحات حول كيفية تعاوننا سويا في هذا الإطار. أولا، علينا أن نعزز في نشر التعليم الرقمي، ونقوم بهذا في بلادي، ونحاول وصول النسبة 60% من التعليم الرقمي مع حلول عام 2024. إن جهودنا المكثفة والدول الأعضاء في الكوميسا يمكن أن تكون حافزاً كبيراً للتكامل الرقمي في القارة الأفريقية بأسرها. ثانياً، نحن بحاجة لتنفيذ السياسات في منطقة الكوميسا التي تعمل على خلق منصات تتسم بالشفافية والأمان لتبادل المدفوعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إن مجلس الأعمال التابع للكوميسا ومن خلال برنامج الشمول المالي قد بدأ بالفعل في هذا الشأن وله الدعم الكامل من جانبنا. بالطبع إن المشروعات الصغيرة المتوسطة تمثل حسبة كبيرة من الأعمال التجارية في القارة الأفريقية، ولا نستطيع أن نتجاهلهم. وأخيراً، إن أجندة التكامل الأفريقية سيتم تحقيقها وتنفيذها من خلال مواصلة تركيزنا على الاستقرار في القارة الأفريقية والنمو والتنمية. وأرحب بالتقرير 17 لاجتماع وزراء الخارجية للكوميسا الذي عقد هذا الشهر، ونتطلع لمواصلة تعاوننا مع شركائنا في الكوميسا لتعظيم الفرص الخاصة بالرفاهة والتجارة في المنطقة. شكرا على حسن استماعكم.